طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نعيد مجلس التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأسس التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المدني المؤاخاة، ووقفت عندها لضرورتها في المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون كأقلية. المؤاخاة لها أثر كبير في تثبيت أفئدة الناس وفي الحفاظ على إيمانهم، وهي بمثابة بناء مجتمع له أصوله وله عقيدته، يساعد الإنسان على تمسكه بدينه. وهذا الأمر يجب أن يعتني به المسلمون في هذه البلاد وكل البلاد التي يكونون فيها أقلية. خدمك المال والبنون، جزاك الله كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم نثر الصحابة المهاجرين، كبار الصحابة في مجتمع المدينة، فحقق أمرين: أولا أخرجهم من غربتهم عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنه حول هؤلاء الدعاة رضوان الله عليهم إلى قبائل المدينة، فانتشر الإسلام بسرعة بسبب ذلك. وهنا وضعنا دراسة عن كل قبيلة من القبائل التي حصلت فيها مؤاخاة. فلاحظوا هنا المدينة كيف انتشر الصحابة رضوان الله عليهم في كل أرجاء المدينة. أكثر قبيلة حصلت فيها مؤاخاة هي في قبيلة بني عمرو بن عوف كما ذكرت قبل قليل. وهنا وضعنا اسم الصحابي المهاجر باللون الأبيض والأنصاري باللون الأصفر، وكل اثنين يعتبروا إخوة. وأكثر شيء كما قلت في قبيلة بني عمرو بن عوف، ثم ببقية القبائل. وتلاحظون أسماء كبيرة من الصحابة ابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانيا لكن بهدف الدعوة إلى الله، مثل عمر رضي الله عنه في بني سالم بن عوف، وهم يبعدون عن مدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 5 كيلومتر تقريبا، 5.5 كيلومتر، فوضعه هناك من أجل أن يتفرغ للدعوة إلى الله. ووجدنا آثار المؤاخاة كبيرة في جوانب كثيرة من حياة الصحابة، تحول بعضها إلى مصاهرة مثل ما حصل بين أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد. فخارجة زوج أبا بكر رضي الله عنه زوجته الثانية، وأبو بكر رضي الله عنه كان هنا في هذه المنطقة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زوجته الثانية. هنا كان رضي الله عنه، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 كيلومتر في منطقة تعرف بالسنح، كان بالسنح رضي الله عنه عند زوجته الثانية. وجدنا بعض المصاهرات تحولت، بعض المؤاخاة تحول إلى علاقات تجارية مثل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضوان الله عليهم. ولكن أعظم شيء وجدناه في من آثار المؤاخاة هو أثر المؤاخاة في الجهاد. فوجدنا 8 ممن استشهدوا ببدر، 8 من أصل 14 هم إخوة، أي بينهم مؤاخاة. ووضعنا هنا الذين استشهدوا ضمن إطار أخضر، فهذا وهذا هم إخوة. وهنا وهنا 2 إخوة، وهنا 2 إخوة صار 6، وهنا 2 إخوة هؤلاء 8. فكان لهم دور كبير أثناء غزوة بدر، الإخوة لما يكونون بجوار بعضهم يدافعون عن بعض. ولذلك استشهدوا هؤلاء 8 في من أصل 14، فكان المؤاخاة لها دور كبير. والمولى سبحانه وتعالى أثنى على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بنص الآية القرآنية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وطبعا هنا ملاحظة مهمة، أن المؤاخاة لم تحصل بين عموم المهاجرين وعموم الأنصار، وإنما حصلت بين أعيان المهاجرين وأعيان الأنصار، يعني بمثابة ترتيب إداري من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرص فيه
على إنشاء علاقات بين الرموز ليكون لها دور كبير في الدعوة إلى الله، وهو شيء مهم جدا في حياة المسلم، وخاصة في البلاد التي يعيش فيها المسلمون أقلية. سأنتقل إلى موضوع حضاري من موضوعات السيرة معاصر، وهو عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيئة. تفضل. أظن لها نعم، فهمت عليك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على يعني إقامة المؤاخاة بين يحرص على التكافؤ، يعني الزعماء مثلا دائما يحرص أن يضع كل إنسان قريبا ممن يماثله أو يشبهه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو درسنا الأسماء بأنات نجد هذا الأمر واضحا في كثير من القضايا، لكن كلهم مسلمين طبعا. إنه نعم، لكن ما حصل هذا. لا يعني قالوا لهم ذلك، ولكن ما قبلوا أن يأخذوا أموالهم ولا أن يتنازلوا عن شيء من أموالهم. وبالعكس كان الأنصار على درجة عالية من الكرم، وكان المهاجرون على درجة عالية من الإباء وعزة النفس. وهذا أمر سنتحدث عنه الآن عندما نتحدث عن البيئة، أن المهاجرين لم يرضوا أن يأخذوا شيئا من أموال الأنصار رضوان الله عليهم، وهذا السبب كان لسبب دعا إلى إعطائهم أراضي بعيدة رضوان الله عليهم، يعني الأراضي غير المستصلحة، وإلا الأراضي المستصلحة ما أخذوها إلا بالبيع والشراء، لكن ما أخذوها من باب التنازل أو من باب الشيء المشاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأنصار على أراضيهم واتفق معهم على أن كل أرض غير مسقية غير مزروعة له حق التصرف بها، لكن الأراضي في المدينة كلها مزروعة ومستصلحة، فلذلك صار هناك حاجة إلى إصلاح الأراضي البعيدة، وهذا أمر سنتحدث عنه الآن إن شاء الله في حديثنا عن البيئة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنايته عليه الصلاة والسلام بالبيئة. وهذا أمر أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا، يعني أخذ سنوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت منذ دخوله المدينة بدأت المعاناة في هذا الأمر يرحمكم الله، بدأت المعاناة من دخوله المدينة عليه الصلاة والسلام. وبالأمس أشرت إلى هذه القضية، إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما وصلوا المدينة استوخموها. ما معنى استوخموها؟ في فارق كبير بين مناخ مكة ومناخ المدينة. مناخ مكة جاف، مناخ المدينة فيه رطوبة عالية وحمى تنتشر فيها الحمى، ولذلك أصيب أبو بكر وأصيب بلال، وأشرت إلى ذلك بالأمس، وهذا في البخاري. فجاءت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أصيب أبو بكر بالحمى وأصيب بلال بالحمى. وصار أبو بكر يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، يتذكر أيام مكة. والصحابة رضوان الله عليهم لا يعرف الحقيقة الفارق بين المناخين إلا من عاشه. المدينة فيها رطوبة عالية لكثرة المستنقعات والمياه والسقي، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أول شيء علاج البيئة في المدينة بالدعاء: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وانقل حماها. فبدأ بالدعاء عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مهم، أن أمور المؤمن دائما في حياته كلها يبدأ فيها بالدعاء والاتكال على الله، ثم يتخذ الأسباب. الآن سنرى أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيقات إدارية ميدانية فعل عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه المنطقة التي محددة بنقاط حمراء، هذه المنطقة التي تغطي حاليا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا
في عهده كلها وزيادة، يعني تغطي مساحة ضخمة جدا من المدينة، وحرم فيها قتل الصيد، ولذلك تعرف بحرم الصيد. وهذه وردت بأحاديث صحيحة متفق عليها، منها هنا وضعنا ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة، نقطة انتهى. النص الثاني له موضوع آخر، عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. وفي رواية أخرى: من رأيتم يصطاد صيدا فلكم سلبه، يعني تصادرون الأدوات والصيد الذي صاده. ولذلك كل الحكومات التي تعاقبت على المدينة إلى يومنا الحالي تبني علامات في المدينة تحدد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، علامات إسمنتية، يعني ليس جدار متصل، وإنما علامات لو وضعت وصلت بينها تجد كأنما هي دائرة كبيرة تحيط المدينة من مسافات بعيدة، هذه تعرف بحرم الصيد، أي أن هذه المنطقة الحيوان محمي حماية كاملة كمحمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إلى منطقة عليه الصلاة والسلام هي 44 كيلو في 35 كيلو متر، وحدد نقاطا فيها لم يتركها من باب الوعظ والإرشاد، يعني ما وقف على المنبر ووعظ الصحابة، وإنما أرسل صحابة بنوا علامات، وضع علامات ليحدد هذه النقاط. هذه المساحة الكبيرة جدا 44 كيلو في 35 كيلو نهى فيها عن قطع الشجر، وهي تكملة الحديث، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما، فإذا في حرم وفي حما بنص الحديث المتفق عليه. في حرم هذا يعتبر الصيد فيه منهي تماما، وفي حما أي منطقة حما الشجر، حما الشجر صلى الله عليه وسلم، بدائرة 44 كيلو في 35 كيلو متر نهى عن قطع الشجر عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة، ووضع علامات، وإلى يومنا الحالي توجد إحدى هذه العلامات موجودة، ارتفاعها حوالي 155 سنتي، عبارة عن شاخصة مبنية بناء، وهذا من إدارته صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي بالقول وتحديد الأماكن، وإنما وضعت علامات ليعلم الناس دقة ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الحديث أيضا متفق عليه عن عدي بن زيد قال: حما صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره، يعني ما يقص الشجر ولا يعضض، ما يؤخذ منه إلا ما يساق به الجمل، أي للضرورة القصوى، لأن العرب أحيانا تحتاج إلى قطعة أوراق تطعم الشجر الجمل لتسوقه أو يساق به ليضرب، فكانوا إلا للضرورة، فأجاز لهم أن يأخذوا ما يدخل من باب الضرورة في هذا الأمر. تفضل. يعني هذا طبعا قالوا إن كان فيه مصلحة مثل الآن الأشجار يقطعونها في المدينة من باب تهيئتها فهذا ما في حرج، حتى يعني هذا موضوع آخر إن شاء الله نتحدث عنه إن شاء الله. نعم، التقليم أو العناية. ثم جاء عليه الصلاة والسلام إلى سبع آبار واعتنى بها صلى الله عليه وسلم، كل واحد منها له حديث طويل، وضعنا لكم في الكتاب بشكل كامل. سبع آبار: بئر بضاعة، بيرحاء، بئر البصة، بئر غرس، بئر أريس، بئر العهن، وبئر رومة. سبع آبار تعرف بالآبار النبوية، وهي مثال لعنايته بالمياه وأحكام المياه، وفيها أحكام عامة لكل المياه في الدنيا، وفيها أحكام خاصة، يعني
يعني بعض الآبار لها أحكام خاصة خاصة بآبار المدينة، وفي أحكام عامة مثل وضع عليه الصلاة والسلام حدود الحمى لكل بئر، وضع حدود لا يجوز البناء عندها، لا يجوز، هذه منشآت عامة لا يجوز يأتي واحد ويملكها، هذه لكل المسلمين. نهى عن البول أكرمكم الله، نهى عن الغائط قربها لأنها تؤذيها. ولكن هناك أشياء خاصة تتعلق بها كونها من آبار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا ارتبطت بأحداث كثيرة، بعضها جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها توضأ فيها وسكب وضوءه، بعضها تمضمض منها عليه الصلاة والسلام وسكب ذلك، بعضها أمسك الرمح وحركها وثار الماء منها، بعضها دعا له، بعضها غير اسمه، فلها كلام طويل جدا، ووضعناها لكم في الكتاب. هنا يوجد كتاب مرفق فيه كل هذه النقاط، فيه تحديد النقاط التي ذكرناها بالGPS، فيها الأحكام، فيها الروايات، نفس الكلام الذي ذكرناه عندما تحدثنا عن الحبشة، ونفس كلام أهل الصفة، كتاب كامل فيه هذه الأمور على وجه التفصيل في هذه النقاط. لكن هذه تعرف بالآبار النبوية، سبع آبار تعرف بالآبار النبوية، وما زال إلى يومنا الحالي ثلاثة آبار منها موجودة، وبئران منها فيها الماء، وهي آية من آيات الله، مثل بئر روما، هذا بئر ما زال إلى يومي، وهذا ورد ذكره في البخاري، بيرحاء ورد ذكره في البخاري، بئر أريس ورد ذكره في البخاري ومسلم، ولكن بئر روما ما زال إلى يومنا الحالي، وماؤه تسيل، وليس فقط بئر مثل ساقية، وهي آية من آيات الله، أنه بئر عمره 1440 سنة بأرض يندر فيها هطول المطر، ولا يوجد فيها بحيرات، ولا يوجد فيها أنهار، ويسيل هذا الماء وهو في غاية العذوبة، عذب وحلو جدا، وهو وقف عثمان رضي الله عنه. ووضعنا لكم هنا دراسة كاملة عن هذا البئر، هنا وقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان، دراسة كاملة عنه، عن تاريخه، عن شرائه، عن روايات الواردة فيه، عن الصكوك الشرعية التي تثبت الوقف، وعن ما يتعلق بهذا البئر على وجه التفصيل، وفصلنا فيه لأنه من آبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأنه ارتبط بمعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه آية من آيات التي تدل إن شاء الله على دلائل نبوته. من الأشياء التي اعتنى بها صلى الله عليه وسلم أنه نظم قضية الصرف الصحي صلى الله عليه وسلم، فحدد مكانا هنا للصحابة يقضون فيه حاجاتهم يسمى المناصع، وهذا كان حتى السنة الخامسة، والمكان هذا كان خاص بقضاء الحاجة، فيخرجون فيقضون حاجاتهم قبل أن تتخذ الكنوف في البيوت، ما كان فيه مراحيض أكرمكم الله، بعد السنة الخامسة صار في كنف في البيوت، لكن قبل ذلك نظم الموضوع، ما كان والله متروك الأمر مشاع وكل واحد على بأي مكان يقضي حاجته، فهي الأماكن في المنطقة هذه كان هناك منطقة محددة. ولعلكم تذكرون الرواية الشهيرة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، عندما كانت تسير إلى المناصع لتقضي حاجتها، الرواية المشهورة. وأيضا لعلكم تذكرون الرواية الشهيرة التي تقول، التي تتحدث عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطول الصلاة في الركعة الأولى في صلاة الظهر، بالرواية الشهيرة: إن أحدنا كان يذهب إلى المناصع فيقضي حاجته ثم يدرك الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو ما نعرف مكان المناصع ما فهمنا الرواية، ولكن هذه حتى السنة الخامسة، وبعدها اتخذت الكنف في البيوت، فنظم هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. من القضايا الحضارية العالية جدا التي لمسنا أثرها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنايته بالوديان، وهذا الأمر لما اعتنى بالوديان عليه الصلاة والسلام وأعطاها مكانة وتاريخا وفضائل، حافظ عليها المسلمون، وكانت منجى لهم من الكوارث والأمطار،
ولكن في المدن التي لم تعتني بالوديان غارقت المدن، مثل ما حصل في جدة والرياض، اعتدوا على الوديان فلما هطلت الأمطار غرقت المدن رغم كل الإمكانيات. بينما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى لنا بالوديان عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها فحافظ عليها المسلمون. هذا الوادي الذي أشير إليه الوادي المبارك، نزل علي جبريل فأمرني أن أصلي بالوادي المبارك ركعتين، وادي العقيق، ولذلك وادي نعرف حدوده وله أماكن وله مسير ولا يجوز الاعتداء عليه لفضله ومكانته. أيضا وادي قناة ووادي بطحان، وأربع وديان من المدينة كلها لها آثار ولها فضائل، فكان لها دور كبير في الحفاظ على البيئة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم لما وصل المهاجرون أراد الأنصار أن يعطوهم أراضيهم، وهذه تعرضنا إليها قبل قليل، فأبى الأنصار ذلك واتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل أرض غير مسقية له حق التصرف بها. فوجد تشريع ليس فقط لأهل المدينة وإنما لكل المسلمين إحياء الموات، فصار يعطي الصحابة أراض لإحيائها، فمن أحيا أرضا فهي له مدة 3 سنوات، يعطيه مهلة، يعطيه الأرض وينتظره 3 سنوات، إن أحياها أحيا، ما أحياها سحبت منه. وقلت لكم أن الزبير رضي الله عنه كان فلتة من الفلتات، كان شابا يشتعل نشاطا، فأعطاه صلى الله عليه وسلم أرضا بعيدة إلى يومنا الحالي تعتبر خارج النطاق العمراني بأكثر من 10 كيلو إلى اليوم. فكيف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انظروا أرض الزبير وين مكانها الآن، هذه صورة جوية إخواني، هذه صورة جوية، لاحظوا أرض الزبير، لاحظوا كم تبع إلى اليوم، لاحظوا ما في أراضي، ما في عمران حولها. وأرض الزبير رضي الله عنه لما أعطاه الأرض أحياها، فأعطاه غيرها فأحياها، فأعطاه غيرها فأحياها، فأعطاه غير فأحياها، حتى صار عنده مشروع هائل جدا اضطر فيه لتغيير طريقة السقاية، ما عادت تكفيه السواقي العادية، فبنى حوضا كبيرا يعرف إلى اليوم ببركة الزبير. ولو كتب أحدكم الآن في الجوجل بركة الزبير، الآن اكتب بالجوجل بركة الزبير، يخرج لك الموقع في المدينة وصورة بركة الزبير، لأنها ما زالت موجودة، والحي بكامله يعرف بحي بركة الزبير، المنطقة تعرف إلى الآن ببركة الزبير، ونشرنا عنها تقريرا في صفحة السيرة النبوية، آمل أن تبحثوا عنها لتروها، تروا صورتها. بركة الزبير من الآثار الموجودة إلى يومنا الحالي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تدل على هذا الجانب من عناية الصحابة رضوان الله عليهم وعملهم. نعرف أرض العباس طبعا هي قبل أرض الزبير، أيضا أعطاه فأحياه ثم أعطاه غيره فأحياها. أرض طلحة بن عبيد الله، وهنا أثر الصحابة رضوان الله عليهم في الإبداع في المجتمعات التي هاجروا إليها رضوان الله عليهم، ففي هذه الأرض في طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله أول من ازدرع القمح في المدينة. ليش ما قالوا زرع القمح؟ ازدرع أي حاول أن يبدع شيء جديد، أهل المدينة ما بيعرفوا القمح وما كان يخرج القمح لأنه يحتاج إلى مياه كثيرة جدا. أول من ازدرع يعني بذل جهد كبير حتى أنتج القمح في المدينة. من أين كان يأتيهم القمح؟ كان يأتيهم من بلاد الشام، يخبئه الرجل لخاصة نفسه. فطلحة بن عبيد الله وهو نموذج من المهاجرين الذين أبدعوا وأضافوا إلى المدينة، الصحابة ما عاشوا على أهل المدينة، أبدعوا في المدينة، أصلحوا في المدينة، أضافوا إلى المدينة، ولمساتهم موجودة إلى يومنا الحالي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أول من ازدرع القمح في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعرف أرض عمر رضي الله عنه، نعرف نخلات سلمان، نعرف أرض عبد الرحمن بن عوف. هذه أراضي كلها نعرفها كنموذج لتطبيق الصحابة رضوان الله عليهم على إحياء الموات، وهو حكم شرعي. إحياء الموات صار حكما شرعيا، ولكن من المصالح المرسلة. يعني نحن قلنا في أحكام تبليغية هذه ليس من حق الإمام أن يتصرف فيها، لكن هذا إحياء الموات للإمام أن يعمله وللإمام أن يوقفه. لكن هنا في المدينة نحن أمام نموذج تطبيقي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقق أمرين: أخرج الصحابة من بطالتهم، ما عاد في عندنا صحابي يجلس بدون عمل، تريد عمل في أرض تفضل، وحولهم إلى أغنياء، صار عندهم أراضي. ولذلك أرض الزبير إخواني لما توفي الزبير رضي الله عنه بيعت أرضه بـ1,700,000، يعني كم ألف ألف؟ 1,700,000 في ذلك الزمان. معناتها كم تساوي الآن لو أنها عامرة؟ تساوي مليارات لو أنها عامرة، مساحتها كبيرة جدا إلى الآن. الآن ما في طبعا، لأنه نضبت أو ما عادوا يحيونها. طبعا الآبار لو أنها لم تستعمل، لو تعالج تنضب يعني مهما كان، ولكن في عادي إلى الآن. لكن المنطقة هذه لاحظوا هنا، هذه صورة جوية، شوف إلى الآن بس مش واضحة عليكم، هنا واضحة عندي في الجهاز، كلها خضراء لأنها تقع على منطقة السيول ومليئة الحقيقة إلى الآن، تعرف بالغابة. هذه الغابة لو قرأت في السيرة خرج إلى الغابة، هذه الغابة، ومن هنا صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شجر الطرفاء، في من أخذ من هذه المنطقة. قضية نعم، نوع من الشجر، نوع من الشجر. سأتي إلى قضية أخرى تتعلق بعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالبيئة، وهي بالإبل والخيل. المدينة كثر فيها الإبل والخيل نتيجة أنه أحد أنواع الزكاة والصدقات هي الإبل والخيل، فكان من أطراف الجزيرة العربية تأتي هذه الحيوانات إلى المدينة، فصار لابد من تخصيص منطقة لها للعناية بها، فخصص صلى الله عليه وسلم هنا منطقة تسمى الأسواف، خصصها للإبل والخيل. فلما كثرت هذه الإبل أخذ هنا صلى الله عليه وسلم بالطريق إلى مكة، منطقة تبعد عن المدينة 90 كيلومتر، وكان في أحد أسفاره فرأى منطقة متميزة بمناخها وخصوبة أرضها وهوائها، فحدد أطرافها وحماها صلى الله عليه وسلم، وعين عليها أحد الصحابة هو بلال بن الحارث، وأمر بإخراج الإبل والخيل إلى حمى النقيع. حمى النقيع، حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع، وهذا في البخاري ومسلم. حمى النقيع، كيف حمى النقيع؟ أي خصصها لإبل الصدقة وخيل الصدقة، فخصص منطقة خاصة بها، ولذلك أخرجت هذه الكميات من المدينة فحماها وحمى منها. حماها أي أعطاها ما يناسبها من المكان، وحمى منها أي لأن لها أذى، لها فضلات، لها روائح، لها أمراض، فأخرجها من المدينة إلى مسافة 90 كيلومتر. فلما امتلأ النقيع حمى منطقة أخرى، حمى الربذة. صلى الله عليه وسلم خصص 3 مناطق عليه الصلاة والسلام، محميات فعل عليه الصلاة والسلام. وتتعجبون أن إحدى هذه المحميات وهي حمى النقيع أمدت المسلمين كما روى الإمام مالك في الموطأ في إحدى السنوات بـ32,000 رأس من الإبل فيها. متخيلين مشروع فيه 32,000 رأس من الإبل؟ الآن في إمكانيات العصر لو تقول مشروع فيه 32,000 رأس من الإبل، فأنت شيء أمام شيء هائل. هذا من
ما فعله صلى الله عليه وسلم في أمور البيئة. وعادة نحن الفرق التي تشرح هذه المواضوعات في أوروبا لا يبدأونه بالعرض إلا من خلال المقارنة، فيسألون السؤال دائما لمن يحضر: ما هو تاريخ المحميات في فرنسا مثلا؟ ما هو تاريخ المحميات في ألمانيا؟ متى عرف المجتمع الغربي تخصيص مناطق لحمايتها؟ وأول محمية عرفها الغرب هي عام 1880 في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما هنا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل المدينة منذ عام 1440 سنة، وخصص لها خصائص وبأنواع كثيرة جدا وبطرق كثيرة جدا، وهي مأهولة بالسكان. وهذا من العجيب، حتى في يومنا الحالي لا يوجد محمية مأهولة بالسكان إلا نادرا. الآن صار المجتمع الغربي يعرف هذه الأمور، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد هذه القضايا منذ 1440 سنة، وهي كلها وردت في أحاديث صحيحة تدل على هذا الجانب. ولذلك هنا وضعنا لكم مادة علمية غزيرة جدا للاستعانة بها في عرض هذا الموضوع وتقديمه كوثائق حقيقية عندما نتحدث عن هذه القضية في المجتمع الغربي. والكتاب إن شاء الله فيه أمور كثيرة جدا تفيدكم في هذه الدراسة. أمل أن أكون يعني قدمت بشكل سريع ما يتعلق بهذا الجانب في عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيئة في عدة جوانب من جوانب المجتمع في المدينة المنورة. إذا في أسئلة قبل ما ننتقل إلى الموضوع الآخر، تفضلوا. نعم. واضح السؤال، يعني هذا طبعا بيقودنا إلى قضية أصولية كبيرة هي أدوار النبي صلى الله عليه وسلم. وأدوار النبي صلى الله عليه وسلم أي بمعنى ما هو الشيء الذي له علاقة به كبشر، وما هو العلاقة بالتشريع؟ هل يفعل هذه الأمور من باب الإدارة أم يفعلها من باب الشرع عليه الصلاة والسلام؟ وما هو الجانب الذي نأخذه منه كحكم تشريعي يجب أن نفعله، وما هو الشيء الذي يفعله كبشر عليه الصلاة والسلام؟ وهذه القضية طبعا فصلها أهل العلم إلى 13 دور للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو أب وهو زوج وهو قاضي وهو مفتي وهو شيخ وهو رئيس بلدية وهو أمير وهو رئيس دولة. ولكن كل هذه القضايا تتعلق بالاستدلالات الفقهية ولا تتعلق بعرض السيرة. السيرة هي سيرورة، ونحن هنا نعرضها من باب السيرورة وليس من باب الاستدلالات الفقهية. يعني الاستدلالات الفقهية لها جانب آخر، هل أننا مطالبين في كل مكان في الدنيا أننا نقوم بحمى الصيد وحرم الشجر والآبار ولا غير مطالبين؟ هذا موضوع بعيد عن تخصصنا. يعني نحن نتحدثنا عن سيرة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام في المدينة، كيف عالج مشكلة أنه المدينة كان فيها حمى وما صار فيها حمى، كيف عالج قضية أنه كان في عندك مشاكل تلوث حيوانات وكيف حل المشكلة، كيف عالج أنه عليه الصلاة والسلام شغل الصحابة في المجتمع المدني بإمكانيات بسيطة وحافظ على كرامة المهاجرين وكرامة الأنصار. يعني ما حول إلى تسول عليه الصلاة والسلام، ما حول إلى جمع تبرعات، كيف عالج هذه الأمور؟ يعني هذا موضوع يختلف تماما. ولو أننا دخلنا في الجانب الثاني الاستدلالات الفقهية لأخذت وقت آخر، لأنه هذا موضوع الحقيقة له تفاصيل كثيرة جدا. وقضية التأبير تدخل في هذا الباب، هل كان يتكلم معهم عليه الصلاة والسلام بصفته مشرع بصفة التشريع ينقل، ولا بصفته بشر؟ هنا الفرق. وأهل العلم لما تحدثوا عن هذه القضية قالوا هناك جوانب كان يتعامل فيها عليه الصلاة والسلام بصفته البشرية،
صلى الله عليه وسلم، وليس بصفة تبليغ الحكم من الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل صواب الخطأ، وإنما هو أمر إلهي. فهذا الفارق. طبعا هناك عدة علماء كتبوا في هذا الجانب، منهم رئيس وزراء المغرب العثماني، له كتاب شو اسمه، سعد الدين العثماني، سعد الدين العثماني له كتاب جميل جدا. نعم، لا إلى الآن، يعني هو الآن إلى الآن رئيس وزراء، له كتاب اسمه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وينطلق بتفصيلها في هذا الإطار، وموجود هنا في المادة العلمية وضعنا لكم، وأيضا كتاب أضخم منه وهو رسالة علمية للأشقر، لكن هل هو عمر سليمان أم واحد آخر ما أذكر بالضبط، يعني غاب عن ذهني، ذاك فصل فيها أكثر وأتى بإسقاطات كثيرة جدا وقسمها إلى 13 دور، بينما العثماني لا، اختصره قليلا، يعني كتاب متوسط وليس كتاب كبير، لكن الأشقر كتابه كبير وأتى باستدلالات كثيرة جدا وفرق بين البشري والشرعي، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب تبليغ الأحكام وما قاله بصفته البشرية عليه الصلاة والسلام. اتفضل. عفوا. لكن أحيانا نعم وردت كلها في الصحيح طبعا. نعم. فهم غير المسلمين من المجتمعات اللي كانت موجودة في المدينة، هل تعاونوا معه في هذا الأمر ولا كان لهم رأي آخر؟ يعني طبعا هذا شيء مهم جدا، لأنه أيضا يرد قضايا أنه هل هذه القضايا أخذت في الفترة الأولى ولا لها فترات متقدمة فعلها الصحابة. الحقيقة حمى الشجر كان متأخر قليلا، ومن الأمور اللي بدأ بها عليه الصلاة والسلام هي حمى الصيد صلى الله عليه وسلم، وورد في رواية اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، أن يقطع شجرها. والمنطقة التي حددها عليه الصلاة والسلام هي تقع محيطة في المدينة كلها، فما ورد مخالفة له صلى الله عليه وسلم، ولعله فعل ذلك بصفته المسؤول عن المدينة أمام الجميع، وكان يعني العهد بينه وبينهم أنه أن نحن لما تحدثنا عن صحيفة مدينة، ما كنت حضرتك موجود، تحدثنا عنها وبينا أنهم اتفقوا على أن المرجعية في المدينة بكل أمر من أمورهم إلى محمد، وهنا صلى الله عليه وسلم، وهنا جعل عليه الصلاة والسلام مسؤولا وأميرا عن المدينة، فلم يرد أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في أسئلة عند أخوات تفضل. نعم. لا تذكر بيننا نحن كمسلمون إلا القليل، نقول مثلا فلان عمل، بينما لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل. يعني طبعا هذا من الحقيقة، نحن عدم تشبعنا بحضارة الإسلام وتقديمه، وطبعا إذا أردت يعني هنا الله يجزيك الخير، أنت يعني بدك تخلينا نتكلم عن تاريخ هذا العمل ومن موله. نحن كل عمل من أعمالنا كمركز أبحاث كان يحتاج إلى تمويل، فدائما حتى يتم تشكيل فريق من الفرق تقوم بالعمل، لأنه أنت بحاجة إلى الآن عمل مدته أحيانا سنة سنتين، فبحاجة إلى ميزانية، لأنه أنت ستستعين بخبراء، ستستعين ب مختصين ويجمعوا الروايات وتوظف ناس فهذا العمل طلب بناء على وزارة البيئة من الإمارات، هم الذين طلبوا أن نقوم بهذا العمل دراسة، يعني قالوا ما في شيء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيء للبيئة، فقلنا يدرس. فلما انتهى العمل قمنا بتقديمه في وزارة البيئة بالإمارات أول شيء،
يعني من باب رد الجميل لهم وإبراز هذا الجانب. ولما ذهبنا نقدم، أنا كنت ضمن الفريق اللي يعني ذهب إلى دبي وأردنا تقديمه، أحضروا خبراء غير مسلمين، يعني جلسوا يتابعوا هذا العرض. فبوسط العرض وقف واحد بريطاني غير مسلم، قال أنتم المسلمين بتبالغوا كتير، يعني أنا سمعت لكم كتير بتبالغوا، هل هذا الكلام له وثائق؟ يعني هل عندكم شيء قال الله قال الرسول وتفرجيني النصوص؟ طبعا احنا ما حاضرين كل شيء. فعرضنا عليه النصوص كما هي في البخاري ومسلم والروايات بشكل دقيق ومع ذكر الأماكن مع ذكر. فقال لو كنت مسلما، طبعا بعد ما رأى الوثائق وهو يعني درجة عالية في الوزارة، قال لو كنت مسلم والله لا تحدثت عن صلاة ولا صوم ولا شيء، لأنه هذه لغة ما بفهم الغرب ولا يقبلها، أنت بتصلي ما بتصلي بكيفك، هذا موضوع بينك وبين ربك، يعني ما بيهمني كثير، لكن هذا الأمر يعنينا كثيرا، ولجعلته الكتاب الذهبي الذي أشرح من خلاله الإسلام. فقال يعني هو يتمنى أن ننطلق بهذه الجوانب لأنها لغة القوم ويفهمون هذه اللغة ويركزون عليها، وخاصة لما تقول له إنها طبقت وما زالت تطبق، يعني ما زال إلى الآن لها أحكام فقهية، لها أحكام فقهية في مكة والمدينة، إلى الآن في عندنا أحكام فقهية والفقهاء فصلوا فيها كثيرا، يعني منطقة حرم المدينة وهذه أمور لها يعني أحكام فقهية دقيقة جدا ما زالت معروفة. فنحن يعني للأسف لا نبرز ليس فقط هذا الجانب، معظم جوانب ديننا يعني الحقيقة نحن أسوأ سفراء إلى أعظم تشريع عرفته البشرية. إذا تفضلوا سيدنا. نعم طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم صحيح، طبعا هم يطوفون عرايا لأنه كانوا عندهم استدلال فقهي، يعني صحيح، يعني أقصد الاستدلال الفقهي نعم 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 صحيح. طبعا الحديث عن مكة الرسول صلى الله عليه وسلم قضايا كثيرة جدا، إن شاء الله لما نعرض إلى حجة الوداع هناك أمور كثيرة جدا خالف فيها أهل الشرك وغير فيها عليه الصلاة والسلام، واستعظم الصحابة ذلك، بل أن هناك أمور عليه الصلاة والسلام كررها عدة مرات، ومن خوف الصحابة أن يخالفوا ما تعارفت عليه العرب لم يفعلوها، ويكرر عدة مرات، يعني مثلا مثل قضية من لم يسق الهدي فليهل من عمرته. لما وصل إلى قبل مكة عليه الصلاة والسلام منطقة تعرف بسرف، المنطقة التي حاضت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودخل عليها وجدها تبكي، قال ما يبكيكي؟ فذكرت له ما أصابها، وكان ذلك رحمة لتتعلم النساء كيف تفعل، وإلا هذا أمر باقي إلى قيام الساعة، ولو ما فعلتهم ما صار في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كيف ستتدبر النساء هذا الأمر؟ فجعل فيها. فقال صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان من لم يسق الهدي فليحل من عمرته، يعني يتمتع. فاستعظم الصحابة ذلك لأنهم كانوا يعتبرون من أفجر الفجور التمتع، كيف يتمتعوا؟ أعوذ بالله، حتى قال بعضهم عبارة سيئة، يعني حتى برواية الحديث إلى اليوم قالوا عبارة سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت. لا
لما طاف وسعى أعاد مرة، من لم يسق الهدي فليهل من عمرته. فسكت الصحابة. ثم لما خرج من مكة وجلس في منطقة تعرف بالأبطح، تبعد عن الحرم حوالي 4 كيلومتر، ما نزل هو بمكة، وقالوا له الصحابة لما تنزل، قالوا هل ترك لنا عقيل من دوريا، ما عندنا بيوت نحن، فجلس في منطقة خارج مكة، ووقف وقال من لم يسق الهدي فليهل من عمرته. ودخل على عائشة قال هلك الناس، يعني صار 3 مرات أنا بتكلم. فقالت فنادى من يحلق، وبدأ فتبادر الصحابة حتى كادوا يهلكوا أنفسهم من الحلق لما رأوا فعل عليه الصلاة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد كثيرا مما حصل في مكة وغير كثير عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور كانوا يفعلونها أساسية، يعني مثلا كانوا لما يحجون أهل مكة ما يخرجوا إلى عرفات، يقولوا نحن أهل الحرم لا نغادر الحرم، كانت القبائل الأخرى تخرج إلى عرفات، إنهم يقفون عند المزدلفة ويسمون حالهم الحمس، هم أهل البيت، هم أهل الحرم. فإبليس دخل عليهم من هنا قال أنتوا أهل الحرم ما بتغادروا الحرم، الناس الآخرين هذول بيوقفوا عرفات، أنتوا خليكم هنا. فكانوا يقفوا عند حدود المزدلفة ويخرج الناس إلى عرفات. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى واستعظموا كيف يقطع، ووقف وقال الحج عرفة، يعني مو بس لغاها، جعل أنه من يفعل غيرها لا يعتبر له حج، ووقف في عرفات عليه الصلاة والسلام. طبعا بس ما كانوا العرب هذا، بعدين صار عرف حكم التمتع، ولا قبل ما كانوا يعرفون التمتع. وأيضا قضية القيام بعمرة في أشهر الحج كانوا يعتبرونها من أفجر الفجور، وخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وأراد أن يسير بعد الحج عليه الصلاة والسلام، يخرج من مكة، فجلست عائشة تبكي مرة ثانية، قال ما يبكيك؟ قالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك. فشرع لها العمرة فاستعظموها، لأنهم كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج أيضا من أفجر الفجور، فخالفهم. وطبعا في إن شاء الله لما نتحدث عن حجة الوداع في لها فصل كامل الأشياء التي خالف فيها صلى الله عليه وسلم أهل الشرك، خالف وأعاد عليه الصلاة والسلام فيها الأحكام كما كانت. وطبعا تحريم مكة ورد في نصوص أيضا كثيرة جدا بتحريم المكان والزمان، بالعكس مكة لها حرمة أعظم من حرمة. فعندنا نموذجين الحقيقة في العناية بالبيئة، مكة والمدينة، لها تفاصيل كثيرة جدا، لكن هنا نحن ركزنا على المدينة باعتبار تشريعات إدارية كثيرة جدا وتطبيقات ميدانية فعلها صلى الله عليه وسلم وبشرها بنفسه عليه الصلاة والسلام بالعناية ببيئة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صارت غبارها شفاء وهواؤها شفاء، ورفع مكان التمرها ثمرها، رفع مكانته مكان عالية إلى قيام الساعة. إلى الآن المسلمين كلهم يحرصوا على تمر المدينة، معنى ذلك سيبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة، وحدد أنواعه وحدد في مناطق أجود من مناطق، قال خير تمركم البرني، في مناطق قال العجوة، في مناطق كل منطقة معناتها أعطانا ثمار. وفعلا إلى الآن في مناطق تقول هذه المنطقة بتشتري منها البرني جميل جدا، لكن لو بتشتري منطقة تانية مش جميل، ما بتلاقي لها الخصائص. العجوة مثلا من العالية، وعجوة العالية إلى اليوم الكيلو ب120، بغير العالية بتاخده ب20 ريال، فارق حقيقي، سبحان الله. يعني آيات عظيمة جدا تطبيقية نلمسها ولا يعرفها إلا من عاشها. يعني أنت الآن تروح على المدينة بتبحث عن تمر العالية بتجده متميز، مناطق أخرى بتشوفه عادي،
عادي جدا، تمر عادي وصغير ولا يؤبه له. فالحقيقة هناك لمسات يعني يجب إبرازها ماديا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. هذا الحقيقة يعني الآن أنت الآن تسأليني سؤالين، أولا هل الرواية صحيحة، ثم الاستدلالات الفقهية. الحديث صحيح، من تصبح بسبع تمرات من بين لابتيها لم يصبه سم ولا سحر ولا أذى يومه ذاك. لكن التطبيقات الحقيقة جماعة الإعجاز العلمي اللي جاءوا هنا عندكم في المسجد طبقوا عليها دراسات وتحليلات كثيرة جدا وحللوها وفهموا ذلك. لكن الاستدلالات الفقهية، هل المقصود بالسبعة حقيقتها ولا الكثرة؟ هنا اختلفوا الفقهاء، فبعض العلماء قالوا هنا ليس المقصود حقيقة العدد، وإنما المقصود فيها إن شاء الله تأكل تمرة. هل المقصود فيها العجوة أم غير العجوة؟ أيضا حصل خلاف. بعضهم قال لا، العجوة لأن لها خصائص معينة أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال مطلق التمر، مطلق التمر. طبعا أيضا تكلموا فيها، يعني قالوا المقصود إن الله وتر يحب الوتر، يعني واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة يعني حصل. لكن هنا نحن الآن مرة أخرى نفس سؤال الدكتور، إنه في فرق بين عرض السيرة وبين الاستدلالات الفقهية من السيرة، لها فرق في التطبيق. تفضلوا. لا ما في، ما في. الشجر صعب يعيش يعني، وخاصة النخلة من الشجرات الحساسة جدا جدا، يعني أمراضها كثيرة، تحتاج سقاية كثيرة، جذورها تتشعب في الأرض، تستهلك كمية مياه كبيرة جدا، العناية فيها تحتاج إلى جهد كبير جدا يعني، وعائدها المادي ليس كبير، فليست من الأشجار اللي يعني خاصة غير العجوة وغير المبروم غير العنبر، البقية يعني شبه فقط للزينة يعني، حتى ما تخرج ما لها عائد كبير مثل بقية مثل القمح والأمور الأخرى يعني. نعم، فما في شيء، لا يعني حسب دراساتنا لا يوجد هذا الشيء. نعم. طيب إذا ما في شيء ننتقل للموضوع الآخر. جزاكم الله خير. سنتحدث الآن عن مكان نزل فيه الوحي أكثر مكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، وهذا المكان له خصائص عالية، وله حصل فيه معجزات عدة، وحصلت فيه أحداث كثيرة جدا، ألا وهو الروضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أنا بالبداية من المشروعات أو من القضايا التي اعتنى بها مشروعنا هو إبراز الأماكن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحى استقصائي، يعني نحاول مكة المدينة ما بينهما كل الأماكن التي حصلت فيها أحداث، ننتقل من المكان إلى الحدث وليس من الحدث إلى المكان. ولذلك كثير من كتب السيرة لا تجد فيها هذه الدراسات، يعني لا تجد كتاب في السيرة يذكر الروضة، بل ربما تذكر لماما في كتب الحديث، لكن تفصيلاتها، معالمها، أحكامها الفقهية، الأحداث التي حصلت فيها، أبرز الجوانب التي حصلت فيها، هذه لا تذكر. مثلا حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكر بالتفصيل في كتب السيرة؟ تذكر أحيانا في كتب الشمائل بصفة ما، لكن هل يذكر تفاصيلها، صفاتها، ما حصل، الأحكام التي نزلت فيها، الآيات التي وردت فيها، أبرز الأحداث، تسلسل أحكامها، ما يتعلق بها، أيضا لا تذكر. فنحن حاولنا كثيرا أن نبرز هذه الجوانب، مثل السوق، مثل ميدان الخيل، كلها لا تذكر في كتب السيرة.
فعنايتنا بالمكان بوجودنا في مكان السيرة ألزمنا أن ننطلق من المكان إلى الحدث وليس من الحدث إلى المكان. ومنها الروضة الشريفة. الروضة الشريفة هذه دراسة لها تفصيلية. هنا وضعنا تبدأ الروضة من اللحظة الأولى التي بدأت فيها هذه الروضة، وهي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبدأت الروضة بالوجود من اللحظة التي انتقلت فيها القبلة من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، ولم يكن هناك منبر. المنبر اتخذ في السنة السابعة، ما اتخذ في البداية، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخل عليه الصلاة والسلام. والروضة محددة في المسجد النبوي بحدود واضحة، لأنه لها أحكام فقهية خاصة، لها فضائل خاصة، فإذا مخصصة بأحكام وفضائل، ولذلك حددت. الله يكرمك، والله موجود كل شيء، جزاكم الله خير، خدمك المال والبنى. محدد الروضة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول محدد، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 6 اسطوانات ب6 اسطوانات، معلمة في المسجد إلى يومنا الحالي بعلامات تميزها، وهي خطوط ذهبية طولية تبين حدود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفها كل إنسان يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة تبين لنا هذه الأسطوانات بشكل دقيق إلى اليوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذه الأسطوانات، واضحة عليكم؟ هذه واضحة؟ نعم. يعني لاحظ، هذه غير هذه، هذه علامة أسطوانات الروضة، هذه علامات أسطوانات المسجد الأول، هذه أسطوانات عادية ما فيها شيء. فإذا هذه تبين حدود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول. 6 أعمدة. طيب ليش في صفين؟ في صفين هنا، هذا الصف وهذا هنا، هذا اللي أشرت عليه الأسطوانة الأولى، وهذه الصف الثاني. الصورة الثانية هذه الصف الثاني، هذه بعد خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم وسع المسجد بعد خيبر، فصار أيضا مسجد نبوي. فإذا في مسجد نبوي أول، في مسجد نبوي ثاني. فإذا هذا المسجد النبوي الأول، وهذا المسجد النبوي الثاني، وهي 6 اسطوانات، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. قد يقول قائل، يعني ما فائدة هذا الكلام؟ يعني شو فائدة أنه تعرف مسجد نبوي أول مسجد؟ شو يستفيدنا الكلام هذا؟ ما عدا كونها قضية تاريخية لها أحكام. من أحكامها اختلف الصحابة في حديث رسول الله في فهم، أو اختلف أهل العلم في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، وضعوا خطا تحت كلمة هذا، ما قال صلاة في مسجدي ومشى، وقال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. فاختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث، فقال بعضهم هو مبنى المسجد مهما امتد ولو وصل إلى صنعاء، وذكروا صنعاء، يعني مهما امتد المبنى الفضل يشمل من يصلي به، وهذا من رحمة الله. وقال بعض أهل العلم، ومنهم عدد من علماء الشافعية وعلى رأسهم الإمام النووي، قال الفضل خاص في مسجده هذا، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فالإضافة في المبنى تدل على الإضافة
في المعنى. ولذلك الدول التي تعاقبت على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حددت هذه العلامة احتراما لهذا الرأي الفقهي، ولمن أراد أن يعرف حدود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا الحدود الأولى لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 أسطوانات ب6 أسطوانات. لا لا، النساء بيصلوا لهون، هذه المنطقة لهم ثلث المسجد، يعني هم قسموا المسجد. لا لا، هذه المنطقة النساء يصلنا إلى هنا، هذا الخط في الحاجز هنا، هنا هذا اللي يؤشر عليه، هنا يصل النساء. يعني هم قسموا الروضة 3 أقسام، ثلثين للرجال وثلث للنساء. دائما دائما الثلث الأخير. لا لا، موجود موجود دائما. هذا شوفي الخط، هذا هذا الخط شايفتي، لهنا تصل النساء إن شاء الله. رح نتحدث عن هالنقطة. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم تفضل سيدي. الآن رح نتحدث عنها. يوجد لدينا 6 أسطوانات ارتبطت بأحداث، وهذه الأحداث هي سمات. يعني الآن لما نتحدث عن الأحداث، نحن لا نتحدث عن حجارة ولا عن أعمدة، وإنما نتحدث عن صفات مجتمع. من خلالها ستأخذ فكرة عن مجتمع الصحابة، لأن أكثر مكان حوى الصحابة رضوان الله عليهم وعاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هو هذا المكان. 10 سنوات هي ما بين بيته ومنبره، دائما هنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك حصل أحداث كثيرة ستعطينا مؤشرات لفهم مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم. هذا المكان هنا الذي يقع عن يمين مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم أقل المحراب؟ لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم محراب، وإنما اتخذ بعد ذلك، ولا حرج في ذلك، لأنه وجود المحراب يوفر صف كامل للمسلمين وبحاجة إليه. بينما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في وسط الصف صلى الله عليه وسلم ويصلي، فيقف الصحابة خلفه. جاء ذات يوم، وهذا الحديث في الكتب الستة، فوجد عن يمينه أثر نخامة، يعني شيء مستقذر وليس نجس. فغضب صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ له عرق ينتفخ هنا، فإذا غضب يعرف الغضب في وجهه. ما كان يرفع صوته ولا يسب ولا يشتم ولا يضرب ولا، وإنما ينتفخ وجهه، العرق يكاد ينفجر. فيبحث الصحابة ماذا حصل، فلما رأوا ذلك علموا السبب. فتقدمت إحدى الصحابيات من الصف الثالث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هنا، هنا الرجال، هنا الفتيان، وهنا النساء، وكان لهم باب خاص إلى يومنا الحالي يعرف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب النساء. وورد في حديث صحيح: هل لا جعلتم للنساء بابا يدخلن ويخرجن منه؟ فعرف بباب النساء. فتقدمت إحدى الصحابيات ومسحت المكان بطيب، وفي رواية أنها أعطت للنبي صلى الله عليه وسلم فمسح المكان. وقال أهل العلم: لا مانع من التكرار، تكون هي نظفته أولا وأعطت للنبي صلى الله عليه وسلم فطيبه، فبقيت له رائحة مدة طويلة جدا هنا، حتى كان من دلائل نبوته هذا الأمر. وهنا بنيت أسطوانة ما زالت إلى يومنا الحالي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على هذا الحدث، وهي ملاصقة للمحراب، ومكتوب عليها إلى يومنا الحالي: هذه الأسطوانة المخلقة. لاحظوا الكتابة، هي صورة حقيقية. يعني إلى اليوم لو تذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
تجد هذه الأسطوانة، هذه الأسطوانة المخلقة أي المطيبة، والخلوق هو الطيب، ووضعت هنا لتدل على هذه الصفة وعلى هذه المعجزة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، بس في أشياء سيروها النساء الآن. هنا خلفها أسطوانة على اليسار، أسطوانة السيدة عائشة، هذه بشوفوها النساء. نعم. هذه خلفها، وأسطوانة السيدة عائشة عرفت باسمها لعدة أسباب، منها أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بمكان تصلي به، وقال ألا أدلك على مكان تصلين فيه، فذكر لها ذلك، فهي خصوصية منه إلى حبيبته صلى الله عليه وسلم. ووردت في عدة روايات، منها رواية كانت تقول لابن أختها ألا أدلك على مكان تصلي فيه في الروضة، فمر أحدهم فسكتت لأنها أرادت تخصه بشيء، فمضى ذلك الصحابي لما علم أن الأمر خاص، وصار يراقب ابن الزبير فرآه يلزم الصلاة عندها فعلم المكان. وهنا رواية أنها كانت تصلي النافلة عندها حتى عرفت باسمها، وإلى اليوم مكتوب عليها أسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها. إلى جوارها أسطوانة، أحد الصحابة أخطأ خطأ ولم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لهم كان أحكام خاصة بهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، نص الآية، لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا لم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء وربط نفسه هنا بسلسلة ربوط ثقيلة، في رواية 7 أيام، في رواية 17 يوم، وكانت ابنته تفكه لقضاء الحاجة والصلاة وينام واقفا حتى نزلت توبته من السماء بقول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، أي أن الله تاب عليهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبشره وفكه، فعرفت هذه الأسطوانة بأسطوانة التوبة أو أسطوانة أبي لبابة، لكن مكتوب عليها اليوم أسطوانة أبي لبابة، وأبو لبابة ابن عبد المنذر من كبار الصحابة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة مرتين، وفي رواية 4 مرات، أي مكانه عليه الصلاة والسلام. وأبو لبابة استشهد في تونس، وقبره هناك بمنطقة يعرفها أهل تونس ويسمونها سيدي بولبابة، توثق مكان قبر أبو لبابة رضي الله عنه. بجوارها أسطوانة تعرف بأسطوانة الحرس، وهذا من إعجاز القرآن ودلائل النبوة. هذه بقي الصحابة يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنوات، ينام أحدهم وسيفه بيده، ومنهم علي بن أبي طالب، ولذلك عرفت الأسطوانة بأسطوانة علي أو أسطوانة الحرس، مكتوب عليها اليوم أسطوانة الحرس، حتى نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، ففتح باب الحجرة، هنا باب الحجرة، وقال انصرفوا فقد كفاني الله. هل هذه الآية فقط في السنة 7 أم إلى قيام الساعة؟ إلى قيام الساعة آية من دلائل النبوة، أن الله عصم رسوله، فلا يقدر أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ولذلك حفظ الله لنا الرسول والرسالة، فلا نعلم قبر نبي على وجه اليقين إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ لنا الرسالة فلا نعلم كتابا على وجه اليقين أنه كتاب الله غير القرآن الكريم. والله يعصمك من الناس آية عامة، فلا أحد يقدر على إيذاء الشرع والرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أسطوانة تقع عن يمين باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا باب الحجرة، وهنا ممشى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأسطوانة تعرف بأسطوانة الوفود، أي وفد يأتي إلى المدينة فالصحابة رضوان الله عليهم يصطحبونه فيجلسونه هنا. فلما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الوفد عن يمينه فيجلس معهم ويدعوهم يحاورهم، إلى درجة أن أحد الوفود وصل المدينة فقال سيد الوفد: لا أحب أن آتي يا رسول الله الشعث أغبر، أحب أن أغتسل وأغير ملابسي وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي معه أحد الصحابة يحرسه خشية أن يقوم بفتنة. فلما ذهب قومه وجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الصحابي وكان سيد قومه، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته، وقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، وهو أول مرة يرى. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات. فقال: أهذا خلق تخلقته أم أمر جبلني الله عليه؟ يعني شوف الحوار. قال: بل أمر جبلك الله عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على أمر يحبه الله ورسوله. وأسلم بكلمتين وصار من كبار الصحابة. الأحنف بن قيس رضي الله عنه. ولكن هنا عرفنا المكان. والحقيقة هذه الأسطوانات الستة كل واحدة لها سمة، صفة. هذه الأسطوانة تدلنا على دور المرأة، مكانة المرأة، مشاركة المرأة، هي وأسطوانة السيدة عائشة. وأسطوانة السيدة عائشة تدل على علم السيدة عائشة، مكانتها، روت 2210 حديث، واستدركت على الصحابة بسبعين مسألة فقهية ذكرها الحافظ الزركشي في كتابه الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، جمعها وبينها كيف أنه كان لها دور علمي كبير رضي الله عنها. هذه تدل على رقة قلوب الصحابة، وهذه تدل على حفظ الله لرسوله، وعلى العمل التطوعي عند الصحابة، كانوا يحرسون رسول الله سبع سنوات. وهذه تدل من دلائل النبوة، وتدل على انضباط الصحابة، كان عندهم انضباط، كان عندهم ترتيب، كان عندهم إدارة، وأيضا على دلائل النبوة. وهنا الحقيقة المنبر بحد ذاته المعجزة، أشهر معجزة، وهي حديث صحيح متواتر رواه 17 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلق بحنين الجذع، حادثة حنين الجذع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، جذع هكذا قطعة نخلة يابسة، يعني طولها 50 سنتي، 60 سنتي، 70 سنتي تقريبا، يصعد عليها فيخطب ليراه الناس. فلما كثر الناس بعد السنة السابعة جاءته إحدى الصحابيات، عندها ورشة نجارة، عندها مصنع نجارة، وهذا في البخاري، قالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ فأذن لها فصانعت، بالتاء، فصنعت له المنبر. المنبر صناعة بتصميم نسائي من صحابية، من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن وقفنا على المنبر وقفة طويلة جدا، لأنه إحدى السمات التي تدل على مشاركة الصحابيات رضي الله عنهن في بناء مجتمع المدينة، ودرسناه دراسة متأنية، وصنعنا له نموذج منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. وحتى هنا هذا المنبر، هذا المنبر لاحظوا، هذا ورد في روايات صحيحة: درجتين ومقعد، وله رمانات، وله فتحات، وله عيدان. ولما أراد المصممون أن يعملوا يلون اللون، ما هو اللون؟
فخرج لهم في التصميم الكمبيوتر أكثر من 22 لون، والإخوة اللي بيشتغلوا ديزاين بيعرفوا هذا الكلام. الأنواع الألوان، ألوان الخشب كثيرة، فصرنا نبحث عن الشجر الذي صنع منه المنبر، وهو شجر الطرفاء كما ورد في البخاري، وهو موجود. هذا هو شجر الطرفاء، هذا هو النوع. فذهبوا المصممين واحتطبوا قطعة حتى يحددوا لون المنبر الذي صنع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الشجر نفس اللون. فحدد اللون بشكل دقيق، ولما أحضر المنبر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، وصعد عليه صلى الله عليه وسلم، مر جوار الجذع ولم يصعد عليه، فتعجب الجذع كيف يتجاوزه رسول الله وقد اعتاد أن ينال هذا الشرف من سيد الخلق، وصعد على المنبر وإذا بهذا الجذع يئن كأنين الصبي ويحن كحنين الصبي، ولكن كان صادقا في ندائه، فلبى سيد الخلق نداءه على الفور. وأهل العلم قالوا لو كان نداؤك صادقا للبى نداءك، أجاب جذع نخلة صلى الله عليه وسلم، أفلا يجيب قلبا يحب الله ورسوله لو كان النداء صادقا. فنزل سيد الخلق من المنبر واحتضنه لصدقه، وخيره كلمه وخيره بين أن يحييه بإذن الله فيعيده نخلة، أو أن يدفنه ليكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه بأمر لم ينله أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما في أحد نال هذا الشرف. فدفنه هنا جوار الأسطوانة المخلقة، حفروا دفنه هنا. إحنا ما في عندنا أحد دفن في المسجد أبدا، لكن الجذع نال هذا الشرف ودفن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفر ودفن له هنا، فنال هذا الشرف العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم حديث حنين الجذع رواه 17 صحابيا، فهو حديث صحيح متواتر، رواه عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث طويل، لأن هنا هذه المنطقة لها محاضرة كاملة، ماذا يوجد داخل حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة قبره، ما هي لما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشبك النحاسي، الأحداث، هل حصلت محاولة سرقة جثمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تحصل، هل يرى أحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يراه أحد، هل يدخل أحد أم لم يدخل أحد، هل عليه بناء ما عليه بناء. كلام طويل جدا له تفصيلات، إن شاء الله إن صار هناك وقت، لأن نترك عدة دقائق للأسئلة ونختم الآن، لكن الحقيقة الحديث طويل جدا. وقلت لكم نحتاج حتى نعرض المادة العلمية نحتاج إلى 42 حصة، يعني بمعنى كل حصة بتأخذ وقت طويل في عرضها، بعرض أدلتها، بعرض كتبها. ولذلك سامحونا معلش اختصرنا قدر المستطاع فقط لنعرفكم بهذا المشروع. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه خير مسؤول وبالإجابة مأمول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.